محمد سيد محمد امين المتحف من سنه 1992. اسلاطين بطرس كفافس هو شاعر يوناني موجود في الاسكندريه في شارع الشريف في ابريل 1863، ومات في 29 ابريل 1933 وهو عمره 70 سنه، لاب وام يونانيين لكن من تركيا. هاجروا الاسكندريه 1950 وانجبوا 8 اولاد وبنت كفافي كان اصغرهم. والده كان ساري جدا صديق لخليل اسماعيل. خليل اسماعيل دعا والده فتح قناه السويس 1869 واداله سلم جدي. و والده كان يملك مصنع الحلق الالكتروني في كفر الزيات ومحلات الحصاد الزراعيه في اسكندريه. وكفافي وعنده 7 سنين برضه مات، وعنده 9 سنين سافر هو وامه واخواته في انجلترا بالتحديد، عاش في ليفربول حوالي 7 سنين، بعد 7 سنين رجع اسكندريه. لكن بعد ما 3 سنين في اسكندريه فوجئوا بالاحتلال الانجليزي لمصر 1880، فاضطر هو وامه واثنين من اخواته اللي رجعوا معاه من انجلترا انه يروح لجده في اسطنبول وعاش هناك 3 سنين. لما الامور هدت في اسكندريه واستقرت الاحوال رجعوا اسكندريه، لكن لما رجعوا كان شقتهم اتهدمت عن طريق الاسطول الانجليزي في 1880، فاضطروا ان هم يسكنوا في شارع سان زغلول كان اسمه شارع بوليفار في الوقت ده. لكن كفافي رجع من الرحلات دي كلها، السفريات والرحلات دي كلها، كان يعرف حوالي 5 لغات بجانب اللغه العربيه. فوجد عمل في بند وزاره التفتيش الرايه اللي هو الوقت الحالي في فندق متروبول كمترجم انجليزي، ولكن شغل الترجمه مش محتاجينها كان ولا زمان. فوجد عمل اخر بجانب عمله الاصلي للترجمه اللي هو كان اسكندريه كان في عصرها الذهبي في الوقت دوت، كان عندها تملك بورصه في المنشيه من المنشيه للقطب فاشتغل فيها كسمسور. لكن كفافي بعد العملين دولت كان لما يرجع البيت كان بيكتب الشعر نفسه، لا المال ولا الاموال ولا المال ولا الشهر ولا اي شيء، لان هو كفافي كان بيقول انا موهوب وممكن اكتب اي شيء. لكن لما كان بيرجع كان حبا في الشعر كان بيكتب قصيده نفسه. كان بيكتب حوالي 70 قصيده في السنه، لكن اللي اختار ينشرهم في اخر ايام حياته حوالي 154 قصيده فقط. كفافي مع الايام كان بيزور انجلترا واتينا و و و، لكن اصاب بسرطان في الحنجره وهو في اخر ايام حياته. فسافر اليونان لادراك راحه، لكن بعد الجراحه قطعت احباله الصوتيه وفقد صوته فاصبح ما بيتكلمش، لكن كان بيسمع. فرجع هنا هو، فلما رجع هنا هو كان قصاد المنزل هنا مستشفى يوناني قديم دلوقتي اتحولت جراش و و و و، فدخل فيها في قبل ما يموت بحوالي شهرين، لكن مات في المستشفى في 29 ابريل 1933 ودفن في مقابر الجاليه اليونانيه في 30 ابريل 1933 عن عمر 70 سنه. المكان هو كفافي كان مؤجر المكان ده في بالتحديد في 1908 لما ماتوا 1933. يعني حوالي 22 سنه. كل اخواته كان هو اخر واحد في اسرته موجود، كل اخواته الذكور ماتوا خارج الاسكندريه، فبالتالي قبل ما يموت كتب وصيته وترك هنا كل شيء لصديقه ومدير اعماله، وكان راجل ساكن قصاده في نفس المبنى كان اسمه سنجوبر.